بلغت قطر حاملة اللقب والبلد المضيف نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزها المثير في نصف النهائي على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتضرب موعدا مع الأردن في النهائي يوم السبت المقبل. تقدمت إيران سريعا في بداية المباراة، لكن قطر أيضا قلبت تأخرها إلى تقدم قبل نهاية الشوط الأول، ولكن إيران عادلت الكفة مجددا في الشوط الثاني قبل أن تنجح قطر أيضا في التقدم مرة أخرى، ودخلت قطر المواجهة متسلحة بعاملي الأرض والجمهور، حيث أنها مطالبة بالاحتفاظ على لقبها القاري الذي توجت به في النسخة الماضية بعد أداء مقنع، وبعد الخروج الإدرامي المثير لإيران التي قدمت أيضا أداء مبهرا قويا، كانت قريبة جدا من الفوز لولا الحظوظ التي لم تحالفها، وأضاعت أيضا الكثير من الفرص، في حين عمت الاحتفالات قطر وبلدان عربية أخرى احتفاء بهذا الفوز الثمين لصالح قطر. الحكم الكويتي أحمد العلي كان نجم المباراة، مباراة إيران وقطر، خاطف الأنظار بعدالته وخبرته العميقة في التحكيم، استطاع السيطرة على المباراة بشكل لافت على الرغم من إبداء أعضاء منتخب إيران اعتراضهم الشديد لتعيين حكم كويتي لإدارة مباراة نصف نهائي كأس آسيا، ولكنه تمكن من قيادة المواجهة بكل ثقة وتركيز حتى أضاف أكثر من 13 دقيقة كوقت إضافي في الشوط الثاني، وبذلك قطع شك الإيرانيين باليقين عندما تساهل كثيرا مع المنتخب الإيراني الذي أضاع الكثير والكثير من فرص التهديف، حتى انتهت الملحمة الكروية بفوز قطر وتأهلها إلى النهائي لتواجه الأردن، بل أن هناك من كان في الملعب ذهب خصيصا ليشجع الحكم أحمد العلي وهو يستحق ذلك فعلا. طبعا احنا اليوم نشجع الحكم الكويتي أحمد العلي، وينه؟ نشجع أحمد العلي المشاركة الأولى لدولة الكويت في هذا، نثمن جهود الحكم الكويتي أحمد العلي، كرك على شرف الحكم أحمد العلي. شوف وقفته، شوف شلون واقف أحمد العلي، لا يصيدك ببلنتي أحمد علي، لا يصيدك ببلنتي. شيك لي على أحمد العلي وشوف لي وقفته، شوف ردته قري، شوفه صار وراهم أحمد العلي، أحمد علي يسوي مخالفة، شوفه بيروح يشوف الفار، أحمد العلي شوفه دش هناك، شوف أحمد العلي شوفه ما خلى رينا دش داخل خط 18 الريال دقيق، شوف الحكم الكويتي ايش قاعد يسوي. أحمد العلي إيران نمبر 1 شوت على جول بلنتي، أحمد العلي ما في كشيري ميري، أحمد العلي شوف أحمد العلي شوفه يا حكم يا باشا، هاش في حكم مشيك، لا ما حد باشا، رجاء عن الغلط لا رجال، شوف أحمد العلي مالك شغل بالقطري، خل عنك الهجمة، شوف وقفة أحمد العلي،
شوف احمد العلي شلون راح له، شوف ثبات الحكم، يعني هذا الحكم اللي كانت البطوله ناقصته. بلنتي يا حكم، ما في بلنتي، الحكم يعرف شغله، لا تقعد تعلمه شغله انت بعد. الحكم ما عنده سالفة، هذا أحمد العلي الحبيب هو اللي عنده سالفة. شوف أحمد العلي شلون ياله، شوف أحمد العلي ايش سوى، شوف أحمد العلي. أتينا هنا لتشجيع الحكم الدولي أحمد العلي. أحمد العلي يقود المباراة ولا يعلم ما الذي يجري على المدرجات. الآن أحمد العلي شاهد مقطع الفيديو هذا، ما الذي سيقوله الآن؟ لا أعلم. على العموم، ردود الأفعال والتعليقات كانت كثيرة، ونبدأ تلك التعليقات من هذا التعليق الذي سنبدأه من حيدر مبارك. يقول في تعليقه، ماذا قال حيدر؟ أتمنى يكون الكأس قطري، تستحق قطر الفوز، فقد فازت بتنظيم البطولة ونتمنى لها الفوز باللقب والكأس بالرغم من الأخطاء التحكيمية والمؤامرات التي رافقت البطولة. تعليق آخر من أحمد، يقول أحمد في تعليقه، بطولة غريبة، العراق يفوز على اليابان، قطر تفوز على إيران، الأردن يفوز على العراق، كوريا تخسر من الأردن، المنتخبات الكبيرة لم تكن جاهزة للبطولة. تعليق من عصمت، يقول عصمت عبد، بعد فوز قطر على المنتخب الإيراني وتأهلهم لنهائي كأس آسيا، أكثر أشخاص يستحقون نبارك لهم بفوز منتخبهم هم الإعلاميين خالد جاسم، علي عيسى وماجد الخليفي المحبين للعراق. تعليق من علاء أحمد الطائي، والله يا أخوي صح مباراة العراق صار ظلم تحكيمي، أما بعد مباراة العراق الأردن وكوريا نار، والأردن تستحق، وقطر وإيران مباراة نار 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 نار، وقطر فازت باستحقاق، كرة القدم تعطي لما يعطيها. تعليق من جعفر السنجاري، منذ بداية البطولة ومن مرحلة المجموعات لحد الآن، أول مباراة قوية يلعبها الفريق القطري مع الفريق الإيراني، فوز مستحق وبكل جدارة. تعليق من عباس جبار، يقول في تعليقه، من حقهم يفرحون وهذا طبيعي، لكن هل يعقل أن يخسرون النهائي؟ بالمناسبة الفوز باللقب مرتين متتالية لا يحدث عادة، وهذا سيكون تاريخي، بالتوفيق للعنابي.